هؤلاء اللي أتوا هم أتوا سوريين، مواطنين سوريين أتوا إلى بلدانهم، مش ميليشيات أتت من إيران ولا قوات أجنبية أتت من روسيا ولا ميليشيات متمردة على السلطة في العراق تريد أن تحارب في سوريا. هؤلاء مواطنين سوريين يريدون العودة إلى بيوتهم. هؤلاء يطلقون على أنفسهم أنهم ثوار، والحقيقة حتى في تصرفاتهم في استيلائهم على المدن لم نشاهد عمليات انتقامية خطيرة كما شاهدناها في القصير لما قام حزب الله. هؤلاء ليسوا من حزب الله، لم يتصرفوا كما تصرف حزب الله في دعمه إلى النظام. بعدين أنا أعتقد جيش النظام جيش متهالك، معنوياته منخفضة وتسليحه يمكن كفاءة القتالية توصل إلى 50% فقط. لذلك هو استنجد يعني في المرة الأولى بإيران وبحزب الله وبروسيا. هو جلس 10 سنوات من 2014 إلى 2024، العالم تنتظر أن يأخذ حل، أن يجعل هناك وحدة وطنية سورية، أن يقوم بمعالجة الأمور، أن يحمي الناس، أن يحسن ويطور حياة الناس. أبداً. أن يقوم بمبادرة سياسية حسب قرار 2254 أبداً، ولا في أي شيء. اللي نشاهده الآن هو صراع بين مشروعين، مشروع مدعوم من قبل تركيا وسوريا، ومشروع إيراني داعم لسوريا على الأراضي يا السورية. يا دكتور فهد خليني أتذكر معك بنقطة مهمة جدا للتاريخ. أنت تقول هؤلاء يطلقون على أنفسهم ثوار، هم يطلقون على أنفسهم ثوار، هذا يحق لهم أن يطلقوا ما يشاؤون، لكن العالم بالمنظمات التي ينتمون إليها يصنفونهم إرهابيين. هيئة التحرير هسا أنا أسأل وأنت تجاوب. أمريكا تصنفها إرهابية، روسيا تصنفها إرهابية، أوروبا تصنفها إرهابية، وأفعالها تدل عليها، ومن ثم الإرهاب لا هوية له. صحيح صحيح. جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا صنفوه الإنجليز إرهابي، وعمل أمريكا. قياداتك السياسية اللي موجودة في العراق كان يصنفها النظام السابق، نظام صدام حسين، إرهابيين وخونة وصفحة القدر والخيانة. الآن هم موجودين ويديرون هذه التسميات. الحقيقة يعني كل نظام يسمي على نظامه، لكن لم يسمون حزب الله إرهابي. للاتحاد الأوروبي يقول عنه حزب إرهابي، الأمريكان يقولون حزب الله حزب إرهابي، بالتالي لا أحد يتطرق بينما هذا الحزب شارك في عمليات. النقطة الأخرى، هؤلاء الحقيقة أتوا لأبنائهم، أتوا لديارهم، أتوا لبلدانهم. هؤلاء كانوا ثوار منذ بداية الثورة السورية ومتواجدين. إن كان هناك مشروع داعم تركي يجعلهم يخدمون مصالحه، فهم استخدموا أيضا المشروع التركي أيضا لتحرير مدنهم. أنت شفت حجم الاستقبال، شفت ارتياح الناس بعد هروب جيش النظام. النظام لم يعد قادرا على حماية مواطنيه، النظام لم يعد قادرا على حماية أرضه، فبالتالي هو يستنجد. مين استنجد؟ استنجد بالإيراني وباللبناني حزب الله، واستنجد بالروس. هذا النظام اللي فشل لمدة 10 سنوات أن 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 يصلح مواطنية، أن يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. الآن التسميات الإرهابية، قالت وزارة الخارجية إن كانت هيئة تحرير الشام أو النصرة هي جماعة إرهابية، فهذا لا يعطي عذرا لا للنظام ولا لإيران أن يقوموا أيضا بعمليات إرهابية. حزب الله عمل عمليات وعمليات تطهير عرقي في منطقة القصير وفي مناطق عديدة. على ماذا يا دكتور فهد؟ ننظر بعون عوراء. احنا هذا 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 نزاع ايراني تركي على الاراضي السورية يتحدثون فيه.